ايه نصايحك في فصل بالزبط الشتاء فندم؟ بالظبط كده النصايح للجلد ولا بصفه عامه؟ لا الجلد بقى احنا كريمات بقى قوي وبعدين في كحول دلوقتي خد بالك. لا الموضوع يعني بقى في ضغط على الجلد. ولا عايزين كحول ولا عايزين كلور في البيت. الميه والصابون افضل نوع صابون بنستخدمه عشان نحافظ على بشرتنا الجليسرين. وازاي ما فيش كحول في البيت يعني ما نستخدموش؟ ليه؟ انا بستخدم الكحول في البيت ليه؟ ما فيش مريض في البيت. انا بطهر ضد مين؟ احنا كدكاتره في المستشفيات في عادات نستخدم كحول قلق وخلاص. لا يا فندم هو ده الغلط ولا كلور بيأثر على ده الناس بترش سبراي فبيعمل ازمات صدريه طبعا. طبعا انا ممكن خساره يا ريتني كنت جبت لكم صور المشاكل اللي شفناها بسبب الكلور والكحول في الجلد التهابات وحساسيه وتشعب وحاجات غريبه. ده كان في بخاخات كده فيها كلور والناس عماله ترش ياما ناس جايه في الاسانسيرات وفي مقابر البيبان. ثبت علميا ان الميه والصابون كافيه لقتل هذا الفيروس لانها بتشيل الطبقه الدهنيه اللي عليه. طب حضرتك بتقول الصابون العادي في الصابون بقى اللي هو بالمواد المطهره اللي تقتل معرفش كام. متاسف معلومات كتيره كده قوي. الصابون العادي كلامي واضح جدا. أيوة. انا مش محتاج على صابون فيه فنيك ولا اي مواد مطهره. مش عايز اقول مسميات بالظبط بقى اللي الناس عارفاه كويس. الصابون العادي العادي هي منظمه الصحه العالميه قالت ايه؟ ما هو صابون. والسيده وزيره الصحه مش بتغسل ايديها بالماء الصابون العادي بس ما قالتش بقى نوع صابون ولا سائل ولا ملون ولا اي حاجه. كافي جدا بالقضاء على الفيروس. فاحنا مش محتاجين حاجه من بواسط جسمنا ولا جلدنا. انما الكلور والكلام ده غلط. طيب الجليسرين هو رقم واحد في صابون الجليسرين. فاذا العنايه بنشرب ميه كتير، بناكل سلطه خضراء كتير، بنرطب الجلد بالليل قبل ما ننام باي مرطب. نلبس الكمامه واحنا خارجين الصبح عشان الكمامه مش هتحمينا بس من كورونا. انا لو خارج الصبح حضرتك وفي هواء سائع الساعه 6 الصبح احنا بننزل بدري، مش لما بالهواء بيجي على مناخيري وبقي بعد شويه بلاحظ في سيلان وبعطس؟ طب انا لو لابس كمامه انتهى. فانا حميت نفسي من البرد بتاع الصبح. لو في ملوثات وعوادم سيارات الكمامه هتحميني. لو انسان عنده حساسيه صدريه ولابس الكمامه مش هتجيله الازمه الربويه. لو حد عنده جيوب انفيه ولابس الكمامه مش هتجيله اعراض الجيوب الانفيه. لو الكمامه هتحميني من البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي. كم من الفوائد لهذه الكمامه لدرجه انا شخصيا قلت ان شاء الله بعد كورونا انا مش هستنى عنها. ممكن الناس تبتدي يعني خلاص تستخدمها جزء من الحياه خلاص. احنا زمان لما كنا بنروح نعمل عمره والحج كنا بنلاقي كل جنوب شرق اسيا صحيح ولا كان في كورونا. وفي بلادهم على فكره تلاحظ من غير الامراض لابسينها على طول لانها بتحمي من كم من الامراض غير عادي.